دكتور، اهلا وسهلا بيك مره ثانيه. اهلا وسهلا بيك. طيب، الهيموجلوبين، ندور نعرف ما هو الهيموجلوبين وندور نعرف اسبابه. اولا ندور نعرف مفهوم الهيموجلوبين. أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الهيموجلوبين دي هو عباره عن بروتين محمول داخل خلايا الدم الحمراء، وبتحتوي على ذرات الحديد. الوظيفه الاساسيه حقه بتقوم بنقل الاكسجين من الرئتين الى جميع انسجه الجسم، وفي نفس الوقت بتخلص جميع الانسجه من ثاني اكسيد الكربون الى الرئتين. وبالنسبه للنسب الطبيعيه حقه طبعا بتختلف بين الاشخاص، وذلك لاسباب جينيه او لاسباب تتعلق بنهج الحياه. مثلا المدخنون والرياضيون وسكان المرتفعات ديل انه بيحملوا نسب او قيم هيموجلوبين اعلى من الاشخاص الطبيعيين، بمعنى الاشخاص الغير مدخنين وغير الرياضيين وسكان المنخفضات ديل يكون نسب حقهم طبيعي. النقطه الاخرى، في دراسه تشير لانه سكان امريكا اللي من اصول افريقيه هم بيحملوا نسب هيموجلوبين اقل من الامريكان الاخرين. فالنسب الطبيعيه اصلا بتختلف حسب الاجناس والاعمار. مثلا في الرجال النسبه الطبيعيه بتتراوح ما بين 12 الى 16 جرام لكل ديسلتر، وفي النساء غير الحوامل تتراوح ما بين 11 الى 15 جرام لكل ديسلتر، وفي النساء الحوامل طبعا بين 11 الى 12 جرام، واحيانا يقال بين 10 الى 12 جرام لكل ديسلتر. جرام لكل ديسلتر، ايوه. لكن النسبه الطبيعيه بين الاطفال من سن صفر الى سن البلوغ طبعا تتراوح حسب الاعمار المختلفه، لكن تتراوح ما بين 14.5 الى 18.5. ده بالنسبه للنسبه الطبيعيه حقته. بما ان في اختلاف في النسب، فاكيد في اشخاص اكثر عرضه من اشخاص اخرين أكيد. لنقص الهيموجلوبين. فمن هم الاشخاص الاكثر أوكي. عرضه؟ بالنسبه للمينا مثلا، في دراسه عزلت عام 2017 ل 2019 لمعرفه اسباب نقص الهيموجلوبين في اوساط سكان مدينه جمينا. توصلت هذه الدراسه لانه اكثر الاشخاص عرضه للاصابه بنقص الهيموجلوبين هم الاشخاص اللي تتراوح اعمارهم بين 21 ل 40 سنه. ومن ناحيه الاجناس، الاناث اكثر عرضه للاصابه من الذكور. معناها صغار في السن، طيب النادم الكبير شنو بحصل فوقه؟ يلا الاهتمام هنا في تشاد مثلا، نتكلم عن تشاد ما نتكلم عن خارج تشاد. الاهتمام في تشاد طبعا الناس يهتموا دائما بالاطفال الصغار والناس الكبار احيانا، لكن الناس اللي في النص ديل مثلا في النساء، يعني احنا لما الدراسه لما اجرت امرت بالنساء ربات البيوت الحوامل المرضعات، لقت انه ربات البيوت اكثر عرضه للاصابه بنقص الهيموجلوبين من الحوامل والمرضعات، رغم انه الحوامل والمرضعات هن اكثر عرضه للنقص، لكن لقوا ربات البيوت هن اكثر عرضه لانخفاض نسبه الهيموجلوبين من المرضعات والحوامل. دكتور الان تفضل. هم اشاروا للدراسه انه ربات البيوت لانه هم بيقوموا بجهد كثير، مجهود كثير يعني في عمل البيت، فينسوا انه هم ياكلوا. معناته سوء التغذيه لربات البيوت هو السبب الاساسي في انخفاض نسبه الهيموجلوبين. نعم فضل. طيب الان المشاهد العادي ما يعرف اهميته بالنسبه لجسم الانسان الهيموجلوبين. اهميته بالنسبه لجسم الانسان، يلا احنا لما نجي اهميه الهيموجلوبين شنو؟ الانسان لما بيتنفس بياخذ اكسجين. الاكسجين لما يدخل عن طريق الانف الى الدم، اللي بيشيل الاكسجين من الرئتين بيوديه الدم عشان يتم تكسير المواد الغذائيه من طريق الطاقه هو الهيموجلوبين. اذا اهميه حقه نقل الاكسجين من الرئتين الى جميع انسجه الجسم لحرق المواد الغذائيه وانتاج الطاقه، وفي نفس الوقت بيحمي ثاني اكسيد الكربون من جميع الانسجه بيجوين الرئتين اللي تتخلص منها الجسم. ده اهميه حقه. يعني مهم جدا. مهم جدا، لانه نقص الهيموجلوبين طوال يؤدي لاصابه الانيميا. الانسان يكون شنو؟ انيميا. والانيميا طبعا اسباب كثيره، من ضمنها شنو؟ نقص الهيموجلوبين، وقد يكون النقص نقص غذائي او نقص وراثي مثلا. كيف نتفادى نقص الهيموجلوبين؟ نحافظ على انه ما ينقص. يسموه الوقايه. الوقايه. للحفاظ على نسب الهيموجلوبين طبيعيا يشير دائما الى التسقيف الغذائي للجماهير. طبعا الاشخاص في تشاد مثلا في الغالب يعني ما بيعرفوا القيمه الغذائيه للغذاء. مفترض انسان لما بيتغذى على غذاء بتعرف ان الغذاء ده بيحتوي على ماذا. عشان نحن نستطيع الحفاظ على الهيموجلوبين حقتنا
يتطلب انه بنعرف القيمه الغذائيه للغذاء، بمعنى نعرف العناصر الغذائيه الفيتامينات المتواجده في الغذاء ما هي. دي نقطه اولى، لان الحديد مثلا تعتبر عنصر اساسي مهم جدا للحفاظ على نسبه الهيموجلوبين بصوره طبيعيه. النقطه الاخرى في تشاد مثلا، من اسباب نقص الهيموجلوبين هو شنو؟ الدخل البسيط. الدخل البسيط معناته سوء التغذيه، بالتالي ان احنا يجب تحسين مستوى الدخل الافراد حتى شنو نتفادى انخفاض نقص الهيموجلوبين في الاشخاص الارضه للاصابه. يعني دكتور كما قلت قبل قليل، الرياضيين وكذلك المدخنون وسكان المرتفعات، سكان المرتفعات هاي هؤلاء نسب الهيموجلوبين الطبيعي حقه مرتفع، نسبه الهيموجلوبين حقه الطبيعي مرتفع. لماذا؟ لان احنا لما نجي نعمل التشخيص او التحليل بالنسبه للهيموجلوبين، نعم طبعا في رينج نورمال، مثلا الذكور مثلا قلنا من 12 ل 16 جرام لكل ديسلتر، لكن لما الرجل هنا يكون رياضي اكيد ممكن يكون 18 او يكون 17 فما فوق. هنا ما نقول حاله مرضيه طبيعي لانه هو رياضي، لكن لما هو ما يكون رياضي يعني من 17 18 فما فوق، هنا في زياده في الهيموجلوبين. لما يكون 10 برضه شنو في نقصان في الهيموجلوبين، بمعنى اذا كان خرج التشخيص مثلا عن الاطار او الرينج النورمال في الذكور مثلا من 12 ل 16 اكبر من 16 معناته شنو زياده في الهيموجلوبين، اقل من 12 معناته شنو انخفاض في الهيموجلوبين، خلافا عن النساء. اوكي الانثى لما احنا قلنا الرينج النورمال من 11 ل 15، لكن احيانا يكون 10. يلا لما يكون 10 هنا بتسال هل هي حامله، هي مرضعه الى اخره، لان تكون نورمال لما تكون حامل يكون نورمال. بالاضافه انه لما يكون المراه مثلا رياضيه مثلا هيكون اكثر من 15، لكن لو هي ما رياضيه اكثر من 15 يكون شنو حاله مرضيه. طيب في حاله الزياده المفرطه للهيموجلوبين، احنا قاعدين نتكلم عن النقص ممكن يسبب امراض وكده، في حاله مثلا الزياده المفرطه ممكن يكون مؤذي للشخص؟ اكيد. يلا الزياده المفرطه ناتجه ماذا؟ ناتج دائما عن حدوث امراض، مثلا الاصابه بحالات مرضيه معينه في جسم الانسان، دي احيانا بتؤدي الى شنو الزياده المفرطه في الامراض، زي مثلا فرط خلايا الدم الحمراء، يكون كميه الخلايا الدم الحمراء في الدم كبير جدا، ونحن عارفين انه الهيموجلوبين موجود وين؟ داخل خلايا الدم الحمراء. لما يكون عدد الكرات الدم الحمراء كبير كثيره معناتها دي تواجده اكيد يؤدي الى زياده شنو الهيموجلوبين في الدم. طيب انت تكلمت عن فئه تقريبا شابه من سن 21 لحد 40، طيب نعم. كبار السن كيف بيكون لديهم يعني هيموجلوبين او بيكون طبيعي؟ يلا يجب الاحتمال كبار السن واطفال الصغار طبعا نحن قدام سوا، لان الشخص لما يكون كبير في السن اكيد يكون الاعضاء حقه والاجهزه حقه مفتره، ما وصل مرحله بقت تعبانه خلاص، تحتاج انه تحتاج عنايه، هنا تحتاج انه للحميه الغذائيه، ان احنا نحدد له غذاء معين يتغذى عليه عشان شنو يقدر يحافظ على النسب الطبيعيه حقه للدم، بالاضافه الى انه يكون في تشخيصات دوريه لمعرفه نسب خلايا الدم حقه الزول ده، لانه هو زول كبير خلاص في السن، وبالتالي اقل حركه اقل مشكله ممكن يؤدي لشنو حدوث يعني مشاكل كثيره، بالتالي الكبار في السن هم اشخاص ضعيفين مثلهم تماما مثل الاطفال الصغار، بالتالي هنا يجب الاهتمام بهم وخاصه في الحميه الغذائيه، لان احنا نقول الغذاء اما يديك الصحه واما يديك شنو المرض، فنحن هنا نتكلم عن الغذاء الصحي، معناته الغذاء الكامل، يجب ان يكون غذاء الكبار في السن غذاء كاملا، معناته غذاء بيحتوي على كل العناصر الغذائيه حتى يستطيع كبار السن شنو الحفاظ على سلامه جسمهم ومقاومه الامراض المختلفه، بالاضافه الى مقاومه شنو نقص انخفاض الهيموجلوبين في الدم حقهم. فاكيد تفضلي. عندي تساؤل انا قبل، هو قال السكان المرتفعات لديهم الهيموجلوبين مرتفع، ليش سكان المرتفعات؟ يلا ما سكان المرتفعات بس، الناس دائما انت لما تقوم نشاط بدني كبير معناته التنفس بتاعك يكون شنو؟ اكبر. اوكي ده معناته يتدفق كميه الدم في الاورده في الانسجه يكون بكميات كبيره، معناته الزياده في خلايا الدم طبيعي، لما يكون في زياده في خلايا الدم والزياده طبيعيه ناتجه عن نشاط معين زي سكان المرتفعات، ما انت كل يوم صاعدين ماشيين فوق جايين تحت، بالاضافه للرياضيين، فالطبيعي يكون طبيعي انه شنو الهيموجلوبين بتاعهم يكون شنو مرتفع، لان خلايا الدم الحمراء حقهم الار بي سي بتاعهم شنو مرتفع. المدخنون المدخنون هنا عندنا في نيكوتين، المدخنون في مواد مسرطنه بالاضافه لبعض المواد الموجوده في السجاير دي بترفع بين نسبه خلايا الدم الحمراء، بالتالي بما ان خلايا الدم الحمراء مرتفع اكيد اكون هيموجلوبين برضه شنو مرتفع. مرتفع نعم. فدكتور
الحديث عن هذا الموضوع شيء مهم جدا، لكن الوقت يداهمنا، ممكن تقدم رسالة أخيرة أو وصايا للمشاهدين؟ أوكي، فأتمنى إنه طبعا نحن في شات بالذات نتكلم شات، نحن عندنا مشكلة وخاصة نساءنا نساء شات، يعني معرفة القيمة الغذائية للغذاء مهمة جدا، فعلى كل أنثى شادية عليها أن تتعرف على القيم الغذائية المتواجدة في كل غذاء حتى نستطيع الحفاظ على سلامة المجتمع من الإصابة بالأمراض، وخاصة الأمراض التغذوي المنشأ، الأمراض الناتجة عن سوء التغذية. وعلى كل رجل خليه يزيد المصروف شوية. شكرا، شكرا، بارك الله فيك. بارك الله فيك. مشاهدينا نذهب لفاصل ومن ثم نعود للفقرة الثانية.